كما هنا بالمغرب. إذن لوري الآن يدخل للحلبة البطل الإيطالي، وبالتالي النزال المرتقب للبطل المغربي محمد ربيعي. لوري واحد من الأبطال اللي عندهم إمكانيات يعني محترمة، ولو أنه تقدم بعض الشيء في السن يعني سيعتمان، فهذا له مسار كبير في رياضة الملاكمة، ملاكم اللي حرز على اللقب الاتحاد نعم. الأوروبي أمامنا البطل المغربي محمد ربيعي. محمد ربيعي البطل بشوش اللي كتميز البطل الربيعي هو قوة التركيز ديالو، تعرف ان كل مقابلة بالنسبة لي هي والدخول كيكون تقدمه الى الامام نحو اللقب العالمي. الدخول كيكون اكيد التفاعل مع الجماهير، امتصاص الضغط، الدخول للحلبة للرينج بطقوس خاصة في النزالات الاحترافية، نتمنى انه تكون لك توالي انتصارات حتى انه يحقق ان شاء الله يعني حزام عالمي، لانه يسجل اسمه بمداد من الفخر والاعتزاز وتشريف الملاكمه المغربيه الافريقيه والعربيه في هذا النزال امام البطل الايطالي لاوري 42 سنه. فما حققه الملاكم الربيعي في الدوحه بقطر سنه 1915 بحيازته بطوله العالم، فهو قادر لما لا ان يجلب لنا حزاما في الملاكمه الاحترافيه ببطوله العالم. نعم، ذكر بانه محمد الربيعي 24 سنه فقط، انطلق في صنف احتراف في مثل هذا الشهر من السنه الماضيه، بالضبط يوم 11 من مارس 2017 اول نزال كان امام الملاكم لازلو كوفاتش، اكيد النزال الذي اقيم بالعاصمه التشيكيه براغ، اكيد القادم من مدينه الدار البيضاء الان تقديم للبطل العالمي محمد ربيعي. ويؤازره بالركن البطل العالمي هشام نفيل. اذا ملاكمه شباب البرنوسي حاضره، وهنا لابد من الاشاره ان الحاج الغزواني كان وراء عمل جد هام في رياضه الملاكمه بالمغرب، فنهنئ جميع المدربين المغاربه على ما يقومون به من صناعه ابطال. انا اكيد حكم ديال هذا النزال حديث مع الملاكمين، القوانين كتكون يعني جاي بها العمل، عدم الضرب تحت الحزام، وبالتالي تاكيد الملاكمين على ضروره احترام مثل هاد اكيد القوانين. امامنا قيدوم الملاكمه الاحترافيه الايطالي سنه العديد من الالقاب على مستوى الاحتراف يعني منذ سنه 1997. اذا انطلاق ديال هاد النزال، نتمنى كل التوفيق لمحمد ربيعي ممثل الملاكمه المغربيه والافريقيه والعربيه في هاد النزال. كنعرفوا بان الملاكم الربيعي يمتاز بقوته بالضربه اليمنى، فهو ملاكم قوي، تركيز جيد، اعداد هناك كيبان بان هناك تخوف من الملاكم نعم. الايطالي، والبدايه تعرف قوه الملاكم نعم. المغربي، الملاكم جس النبض في الدقائق الاولى. نتمنى بانه محمد الربيعي ان شاء الله تكون ضربات مؤثره ومركزه. نعم، لاحظ اعداد حتى على المستوى ديال الاعداد ديال الربيعي كاين هناك تغيير، لمسات ديال الاحتراف دوك كتبان على الملاكم الربيعي، فهنيئا لمدربيه بهذا التغيير المحقق الى حد الان في خطوه رابعه او خطوه خامسه في ميدان الاحتراف. فهناك لمسه واضحه وجليه لجميع المتتبعين، هناك تركيز هدوء. كيلعب امام بطل اللي عنده تجربه طويله، لما كنذكر بانه 56 انتصار بالنسبه للبطل لوري. لاحظ حتى الضربات على مستوى الوجه مستوى البطن، تغيير الاتجاه في الضربات، المحافظة على المسافة البعيدة، أشياء. وكما بانوا حتى البطل لوري كيعرف القوة ديال محمد الربيعي، خصوصا بأنه البداية هادئة، ضربات قوية الآن من محمد الربيعي، اللي ذكر بأنه الاستعدادات كانت بالديار البلجيكية. نلاحظ حتى الجمهور كاين هناك تتبع. نعم، وترقب لهذا النزال القوي. لأن الكل الآن كيصنف محمد ربيعي بطل أكيد قادم بقوة في عالم الاحتراف.
فكل الصحافة الأوروبية تتكلم عن دولاهويا قادم. نعم. دولاهويا بمغربي الربيعي في شخص الربيعي محمد صاحب الإنجازات المهمة، صاحب الميدالية النحاسية بالألعاب الأولمبية ريو 2016، وكذلك ما حققه ببطولة العالم بالدوحة، كتخلي محمد ربيعي يكون واحد من الملاكمين القادمين بقوة في عالم الاحتراف. حتى الطريقة ديال البحث عن إنهاء المقابلة قبل الأوان كتبان الجدية في الأداء. لاحظ حتى الضربات مركزة، ماشي بحث عشوائي، هناك هجومات بإعداد جيد، حتى الضربات بحث الضربات من محمد الربيعي. لاحظوا بأنه حاول الاقتراب أكثر من البطل الوليد نهاية الجولة الأولى، جولة ما تبعناش أشياء كثيرة، ولكن محمد ربيعي كيحاول انه يلقى الطرق اللي بامكانه انها توصلوا للضربات نحو الوجه ديال البطل لوري. فشيء اكيد، فكما نقول ان انهاء المقابله قبل الاوان يجب ان يكون هناك اعداد، هذا ما نلاحظه من خلال البطل محمد الربيعي. هناك اعداد للقيام بهجومات، هناك تركيز وهدوء، وهذه شيمه الملاكمين ذوي المستوى العالي. حتى التجاوب بينه وبين الملاكم هشام نفيل اللي هو كيعتبر القدوه ديالو في رياضه الملاكمه، فهو بطل من قلة من الأبطال القلائل اللي شاركوا في العديد من البطولات الأولمبية. هناك تلعب بأنه محمد ربيعي كان هناك ضربات على مستوى الوجه ديال المنافس لاوري. لاحظوا حتى الملاكم الإيطالي لاوري كيتسنى نهايه المقابله، لان ما قيمش بشي، ما كاين لا هناك لا هجومات لا رد فعل. نلاحظ إذن بداية الجولة الثانية، كيعرف أنه محمد الربيعي أنه يكون هناك ضربات إن شاء الله قوية، ضربات جيدة قوية. نعم، على مستوى الوجه، خصوصا محقو محمد الربيعي في النزالات السابقة والمستوى اللي قدموه. لاحظوا المقابلة في اتجاه واحد، نعم، فالإيطالي ما لقيش بد أمام الملاكم الربيعي، ينتظر ماذا ستسفر عنه هذه الجولة. هناك لمن الاقتراب من الخصم، البحث عن ضربة قوية على مستوى البطن، والآن إقلاعات جيدة، ومحمد الربيعي الآن لمن في بحث عن ضربات نحو الوجه. كما قلت محمد الربيعي اللي قدم نزالات قوية جيدة سواء أمام لازلو كوفاتش، ضربة جيدة كذلك امام جورجي ابيلاتزي بالضربه القاضيه، كذلك بفرنسا امام المجري لاسلو دولفاي. تغيير على مستوى الضربات، ضربات على البطن ثم ضربات نحو الراس. دائما البحث عن الضربات باليد اليمنى واليد اليسرى، فاي خطا من الملاكم الايطالي في التغطيه غادي يكلفوا الشيء الكثير. نلاحظ وهذا ولكن يخلي انه دائما هناك تغطيه الوجه و محاوله ضربه جيده، ضربه جيده، ضربه قويه الوجه. نلاحظ تسلسل ضربات، يعني لاحظوا بانه التجربه ديال البطل اللوري محاوله الخروج من الركن. من الاشياء اللي كتبصم الملاكم الربيعي هو ذاك الهدوء فوق الحلبة، فرغم ان هناك ضربات ما كاينش هناك عشوائية في القيام بالهجوم، هناك تركيز هدوء. نقول دائما ان القوة ديال محمد الربيعي عملية اقلاع باليد اليسرى دوبل كروشي اللي كتميز كثير محمد الربيعي. لاحظ إيجاد المسافة الصحيحة لتنفيذ الهجومات، نلاحظ يبحث دائما عن المسافة الجيدة. إقلاع جيد، تغيير إيقاع، تغيير إيقاع، تغيير إيقاع، ضربات السلسلة، ضربات مسلسلة، ضربة جيدة. أعتقد بأنه نتجه نحو الضربة القادمة، هجوم مسترسل
إذن جات مع النهاية ديال الجولة. أعتقد أنه لو لولا الجرس لكانت انتهت. كان بإمكان أنه النزال ينتهي. حتى الدقة في تغيير اختيار تغيير الإيقاع كانت اختيار جيد. لاحظوا الضربات قوية مسترسلة مؤثرة على مستوى الوجه ديال البطل لوري. هنا ضربة قوية اللي خلات أنه لوري ثم استرسال الهجوم وتغيير الإيقاع. لاحظوا الضربة مؤثرة. قلت ذكاء ملكي. كان لحسن الحظ لوري وسوء حظنا وكذلك محمد ربيعي بأنه جات مع النهاية وأكيد نهاية الجولة. وإلا كان النزال غادي ينتهي. نعم. اختيار حتى الوقت ديال تأدية الهجوم كان رغم ذلك بأنه لما كانت نتابعوا الملامح ديال لوري كيبان بأنه يعني منهك تعثر بشكل كبير من الضربات الأخيرة. صعب غادي تكون عليه مرور جولات صعبة. هذه الجولة الثالثة. إذن الجولة الثالثة ثمانية الجولات بهذا الإيقاع فغادي يكون غيكون الملاكم الإيطالي في مأزق. إذن غويتسيب لوري لاحظ عملية شد وعرف القوة ديال الملاكم الربيعي. هذا يعني اعتقد بانه الجوله اللي تابعنا منذ قليل الجوله الثانيه غتعطي الان ثقه كبيره لمحمد العربي. نلاحظ ضربات على مستوى البطن وبنفس الحضور وكذلك البحث عن الضربات المسترسله والمؤثره في وجه جيد البطل اكيد الايطالي لوري. كنقول هنا الملاكم الايطالي نهايه النزال النزال وفوز مستحق لمحمد. هناك احتساب خص حتى الحكم يحسب العشره. صعب تكون مقابلة صعب بالنسبة للإيطالي. نلاحظ هنا غيكون بحث جدي. ضربة صعب جدا. نلاحظ اعتبر فضلين تقني ولكن الشكل كان تابعو لوري صعب طريقة جدا انه يوصل. طريقة ديال اختيار قوة محمد ربيعي. لاحظ بانه الحكم الان بصم على حضور الساحة الدولية والاحترافية بجدية كبيرة ومحاولة اكيد من لوري انه يبقى صامد ولكن كما ذكرنا صعب جدا امام القوة ديال محمد ربيعي الذي يبحث على انهاء ضربة جيدة دائما مستويات اعتقد بانه مستوى الملاكم الربيعي مستوى كبير للبطل المغربي محمد ربيعي. تغيير ايقاع ضربات مقابلة في اتجاه واحد قوية. كل المؤشرات كتبين بأن المقابلة ما غاديش تواصل حتى الآخر. بالفعل ضربات قوية. الحكم اليوني لأنه صعب جدا تدخل ديال الحكم بهذا الشكل. صعب جدا هنيئا للبطل المغربي. إذا المقابلة الخامسة وانتصار قبل الأوان. أكيد انتصار الخامس على التوالي وأربعة ديال المقابلات قبل الأوان. نعم. إذن يبصم على